العراق مر بأزمات بالمناخ. نعم. وما زال تمام. نعم. شتاء لا يكتمل، قلة الأمطار، احتباس حراري وما إلى غيره، غبار. نعم. بين فترة وأخرى، هذه كلها أنتم تدرسوها. نعم. صحيح؟ ندرسها، وبالرسائل الماجستير والدكتوراه عاملين عليها عملي، يعني ناخذ نسميها كيس مثلا تصير عواصف غبارية، يدرسها الطالب، يتبع مصدرها وين انتشرت وش قد شدتها وشنو تأثيرها وكيف ممكن معالجتها. زين زين دكتور، هسه هنا السؤال ينطرح. نعم. هذه دراستكم بعد أن يكون أكو دراسة معمقة عن هذه التفاصيل والأزمات المناخية. نعم. أنتم تعملون حلول، لو هي هاي يعني قدرة رب العالمين ولا أحد يتدخل بها؟ أكو بعض مثلا الظواهر الجوية ممكن إلها حلول وإحنا نطرحها هذه الحلول. نعم. بعضها لا، تكون منظومة، وهاي المنظومة مو إحنا نتحكم بها، منظومة تكون عالمية. يعني مثلا الأمطار من تصير شديدة، هذه مو إحنا نتحكم بها، هذه منظومة تكون جاية من البحر الأحمر وبيها تعزيز رطوبي عالي وتحدث جبهة هوائية وتسبب لنا هذه الأمطار والسيول. لكن إحنا شنو دورنا كقسم علوم الجو؟ عندنا هاي نسميه إحنا التقرير العلمي، نعرف إيش وقت حتحدث، إيش قد كميات الأمطار، وين حتكون منتشرة، ونطي التحذيرات، نقول طيب فلان منطقة، وده نطي حلول، هذه المنطقة إذا بيها سيول ممكن هيك تعالجوها، هذه المنطقة إذا بيها جفاف هيك تعالجوها، يعني كلها إحنا هاي نذكرها.